البولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس، بركته علينا آمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وآناتي ومحبتي وصبري. الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكية وإيقونية وليسترة، جميع الاضطهادات قد احتملتها، ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عز، انتهر بكل آنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون آذانهم فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا أيضا سوف أنتقل ووقت حلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط، بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، ولوقا وحده معي.
خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في طرواس عند كاربوس أحضرها متى جئت، مع الكتب أيضا ولا سيما الرقوق. إسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاج الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة، ويسمع جميع الأمم. فانقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي. هذا الذي له المجد إلى دهر الدهور، آمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيت أونيسيفوروس. أرسطس بقى في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا، بادر أن تجيء قبل الشتاء. يقرئك السلام أفوبولوس وبوديس ولينوس وأقلودية وجميع الأخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم، آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا آبائي وإخوتي، آمين.